حقيقة نحن نثق بمجلس المفوضين الحالي، لكننا لم نختبره بعد. نحتاج أن يثبت مصداقيته خلال هذه الفترة القادمة، من مراقبة المرشحين، مراقبة الكيانات السياسية، مراقبة الأداء الإعلامي، مراقبة الأداء الخروقات اللي تصير في المراكز الانتخابية. هذا ما يثبت. نعم، لدينا بعض التحفظات حول أداء المفوضية سابقا من خلال موظفيها الذين عينوا من قبل الأحزاب السياسية، وكانوا واجهات للتزوير وواجهات للطعن بنتائج الانتخابات 2018 وقبلها من تأسيس المفوضية، ولحد ما طلعنا المدراء العامين بقرار مجلس النواب. أعتقد اليوم مجلس المفوضين مدعو إلى بذل جهود أكبر لمراقبة موظفيه أيضا، ليس فقط مراقبة العملية الانتخابية، يحتاج الموظفين أيضا مراقبة. النظام الجديد اللي يستخدم النظام الإلكتروني الجديد يحتاج أيضا مراقبة كبيرة. إذا تمت المراقبة أعتقد الأمور تمشي بشكل جيد، إذا لا هذا متروك للأيام القادمة. أكو قضية بيع وشراء البطاقات، رئيس المفوضية يتحدث أنه غير الممكن أو من غير الممكن أنه استخدام هذه البطاقات. زين، شلون استخدمناها بال 2018 وشنو اللي اختلف الآن في 21؟ هو أكو بيع للبطاقات. احنا رصدنا العديد من المرشحين يشترون بطاقات من المواطنين الآن؟ نعم، قسم يحجزهن يخليهن يمه ليوم الانتخابات، ويطلب من عندهم انه يجون يعني يمه ويروحون مجامع ويجروا لهم سيارات وياخذهم حتى يصوتوا له، ويطلبون ايضا يصورون هذه التصويت ويصورون البطاقه ايضا عند التصويت. زين، هذا اللي مسناه عند بعض المرشحين. قسم لا يحفظ هذه البطاقات حسب راي بعض الفنيين للعب دور التزوير خلال عملية إجراء الانتخابات. شلون؟ بعد هي يعني هاكرز، يعني هاكرية ذولا اللي موجودين، يعني طبعا مو هاكرية محلية إنما هاكرية دولية، هم ذولا اللي سماسرة الآن يعرضون خدماتهم، عسى وأن أحد يجيهم، فيحتاجون هذه البطاقات لتصويت لمرشح محدد. يعني هاي الأرقام هي كلها كودينج، يعني بالنتيجة هي تدخل كبيانات. إذا استطاع أن يدخل البيانات هاي لصالح أي مرشح من المرشحين، يمكن أن تصعد نسبة هذا المرشح عبر هذه البطاقة بنفس المنطقة الدائرة الانتخابية. ليش البطاقة صارت؟ باعوها بمئة وباعوها بمئتين وباعوها، بس يعني أعتقد هي ما راح تضر بنتائج الانتخابات. ما تضر يعني، هي محاولات بائسة للبعض الفاشلين اللي ما عندهم سمعة بالمجتمع. يعني شو يسوي؟ يريد يبقى مثلا عضو مجلس نواب، يريد يبقى بالنشاط السياسي، لكن هاي قدرته إمكانيته. شو تشوف التنافس الانتخابي؟ أكو هدوء نسبي لو بعدنا ما شايفين شيء بهذا الأسبوع؟ حقيقة لا يوجد تنافس انتخابي. أنا أفهم التنافس الانتخابي هو تنافس حول برامج. زين، أنا طلبت مثلا أكثر من مرة من زعماء القوى السياسية أن يخرجون مناظرات يعني حول برامجهم الانتخابية، يتنافسون بشكل واضح أمام المجتمعات، مثل أمام الجامعات، أمام منظمات المجتمع المدني، أمام يعني يوضحون برامجهم بشكل مباشر للجمهور، وينطون التزام أيضا للجمهور. اليوم كل حزب منكفئ على جمهوره ويحاول أن يسوق نفسه من خلال جمهوره فقط، لا من خلال المجتمع العراقي. يعني ما حد يطلع يناقش الآخرين حول برنامجه، وأنا أطرح برنامجي، أنت تطرح برنامجك، نطرح للجمهور، نسوي التزام أخلاقي للجمهور حول هذا البرنامج. أغلب القوى السياسية اعتادت من 2006 تقريبا على تنظيماتها، اعتادت على هذا النمط من النشاط السياسي، ما عاد جرأة تخرج إلى الجمهور، ما عاد جرأة تنتج خطاب يساعد الجمهور على فهم مشروعها برنامجها. لذلك حتى من تشكل الحكومة كل البرامج الانتخابية اللي تطرحها الأحزاب تروح، رئيس الحكومة اللي يجي اللي هو من خارج القوى السياسية يجي هو يسوي برنامج انتخابي، وكل اللي الأحزاب وعدت به جمهور يروح.
فلذلك ما تحس اكو تنافس انتخابي حقيقي، ما اكو التزام اخلاقي اتجاه المجتمع.